كيف تتناول موسكو هذه الأنباء؟ نعم حسام، يعني هذه الأنباء تتناولها موسكو بالطبع بالنفي. موسكو لا تؤكد أبدا إحداث الجانب الأوكراني لأي تقدم على أي من المحاور، وإن كانت لتنفي أن هناك تكثيفا للهجمات الأوكرانية تحديدا في محور زاباروجيا ومحور جنوب دونيتسك. بالمقابل لذلك تقول وزارة الدفاع اليوم أنها أحدثت تقدما في محوري كراسني ليمان وكذلك في محور كوبيانسك، وأنها كبدت القوات الأوكرانية هناك خسائر كبيرة. ذكرت أرقاما محددة في محور جنوب دونيتسك، مثلا تقول الدفاع الروسي أنها أسقطت اليوم ما يقارب 200 جندي أوكراني قتيل في هذه المنطقة، كما أنها صدت هجمات للجانب الأوكراني في هذا المحور. بالطبع الجانب الروسي يقول أن مساعي الجانب الأوكراني في منطقة زاباروجيا تهدف إلى السيطرة أو الدخول إلى منطقة توكماك، البلدة الاستراتيجية التي تقع بها محطة سكة حديد هامة، وسكة حديد هامة تربط بين توكماك وبين مقاطعة زاباروجيا، أي هذه المناطق التي تمد القوات الروسية في هذه المنطقة بالذخائر والعتاد، وهو ما تحاول القوات الروسية الحلول دون وصلت الفكرة. سعد خلف مرسل.